مرحبا خوتنا احبابنا في ميناء عناب الجميل. هاو السمك اللي نصبوا الحوت الخل الموفيطان وكاين الحوت. عندنا الدنيا منوره خوتنا، لا سردين الله يبارك، عندنا لا دورات، عندنا الثوره الليموني، البابري داخله على الربع قد قد الملتقى في المحل، على الربع قد قد الملتقى في محل محل مسمكة الميناء الشط الرمبوع. عندنا لا دورات باهيه ياسر خاوتنا، درك وين دخلت اكد لي على الجديد واللذيذ، الدنيا من هي منوره كيف كيف الله يبارك. مرحبا مرحبا اسنا اسنا نصوروا شو على الحيه، نصوروا وقت الصبرقه مسخر بينا. الله يبارك خاوتنا، ما هذا الجمال، ما هذه الالوان، حاجه باهيه خاوتنا ياسر. واحد الساعه من زمان ان شاء الله في المسمكه. عندنا الاخطبوط، عندنا لا دورات جيراف، لا دورات مويان، عندنا لا سردين لا مويان باهيه ياسر، وعندنا الخشينه والدنيا راهي منوره. والموفيطون موفيطون عند الدجاج، عندنا احنا موفيطون عند الدجاج، احنا ديما عندنا الحوتات باذن الله. وجديده خلينا من بعض التعليقات، يعني خوتنا نحترموهم، التعليقات صاحب واحد يقول لك هي تاع الثلاجه، واحد يقول لك هي تاع الفاز، احنا نخدموا غير الجديد. اه يا ابراهيم قول الجديد ولا واش قول لنا داير؟ جديد ولا مش جديد؟ كلشي جديد. اه كلشي جديد. واش قول لنا الدنيا فاني؟ الله يبارك السلعه راهي منوره كيما لاها، كاك السلعه باش ما لاها راهي حرام. واش قول لنا سامي؟ سامي سامي بروبلام. تحياتنا. وانت لو اي دخل؟ لو اي وقاد عاقل اليوم. اليوم وقاد عاقل خوتنا، قال لك ما عندكم ما تجيوش، حذاري. قد ساعة غدا؟ ثلاثة أو العصر. المهم الربعة بإذن الله، كلمة متناش الملتقى راهو في الشط الرمبوا، والدنيا راهي منورة بجديد. وحذاري تما وحذاري تما حذاري ما تجيوش. سي صالح واش قلنا؟ ربي يحفظك لينا براهم. آمين أجمعين خوتنا أحبابنا. إبراهيم هنا تهلاو في رواحكم. ومرحبا بكم للتسعة تاع الليل. وإن شاء الله نكونوا في حسن ظن الجميع. والسلام عليكم خوتنا، والدنيا منورة. سلام.